احنا على كل حال هذا المشروع مشروع هام واستراتيجي كما قلت لي يربط من تبسة إلى سيدي بلعباس، وإن شاء الله الشطر الآخر شمال جنوب كذلك رانا مع الأشغال في كثير من المناطق من بوكزول مثلا إلى الجلفة إلى الأغواط إن شاء الله في ثلاثي هذا تاع 2023 سوف نحلوه إن شاء الله. دونك مبروك على سكان هذه المناطق ومبروك على بلادنا كلها إن شاء الله، ونتمنوا الخير لكل البلاد إن شاء الله، وشكرا. حقيقة اليوم اللقاء تاعي مع أربع وزراء اللي جاوا لتدشين الخط الرابط بين مسيلة وتيس مسيلت، الخط السكة الحديدية، ولكن على هامش الزيارة كنا أنا والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والنواب تكلمنا على بعض المشاكل تمس الولاية. من أولا سلمت للسيد وزير النقل وزيرية النقل والأشغال العمومية ملخص عمل لجنة ولائية للحد من الحوادث المرور، وسلمت لهم هذه التوصيات. ثانيا كنت سلمت للسيد وزير الأشغال العمومية بعض المشاكل المطروحة، قلت من بين الأسباب هي الطرق، رغم أن اللجنة شافت بلي كاين 90% أخطاء بشرية، ولكن أنا تكلمت على اهتراء الطرق وازدواجية الطرق، وسلمت بعض المشاريع الاستعجالية وفي أولها مشروع بوسعادة الهامش. ثانيا سلمت للسيد وزير الموارد المائية بعض المشاكل التي مطروحة في بعض بلديات الولاية خاصة بن سرور وعين الملح والمنطقة الشرقية من برهوم وغيرها، سلمت له كذلك بعض القناو ووعدوني بأنهم سيقرؤون هذه التقارير بكل دقة ويحاولون حل كل هذه ولا معظم هذه المشاكل. تم اليوم على بركة الله تدشين محطة بلدية بوضي ساحل السكة الحديدية، الخط الرابط ما بين تيس مسيلت مسيلة اللي مر بسيد العجال بوكزول شهبونية البيرين بلدية بوطيسايح وعين الحجل مسيلة بحضور السلطات المعنية، وهذا مكسب لسكان بلدية بوطيسايح وكل بلدية وكل سكان ولاية المسيلة راح يستفادوا من النقل مع نقل الأشخاص ونقل البضائع. الحمد لله تدشين هذا الخط السكة الحديدية الرابط الذي يربط بين ست ولايات يعتبر مكسب حقيقي لتعزيز النقل خاصة بالسكة الحديدية وربط كثير من الولايات، وإن شاء الله يتم استغلاله في نقل البضائع ونقل الأشخاص ويفتح آفاق على عدة ولايات خاصة ولاية الهضاب ولاية الجنوب لدعم الحركية التنموية انتظار المزيد من المشاريع التنموية إن شاء الله. نحن الآن على عبر القطار المتوجه إلى ولاية المسيلة والذي دشنا اليوم من طرف الوفد الوزاري والسيد مدير النقل، نتمنى أنه يكون يفتح آفاق جديدة وحركية ويفك العزلة عن عدة مناطق بولاية المسيلة، وألف مبروك لسكنة الولاية.